عادل الخرافي يوجه رسالة حادة إلى الحكومة، وكلام عقل وكلام من القلب. سمعوه أعزائي المشاهدين، وليت الحكومة تسمع وتطبق. عطني التقرير. هذه رسالة رائعة سوتها لجنة الميزانيات، ويجب أن نناقشها صح. هذه الرسالة فيها تمهيد للحكومة لتعرف ما هو مطلوب ولتعرف ما يوجد داخل أروقة المجلس. كلكم يسألونكم وين التعويضات؟ إيش صار عليها؟ إيش صار في مصاريف الغزو؟ راحت. هناك تنفيذ مشاريع حكومية متعثرة كثيرة. ما قلنا لكم قبل، وزارة الأشغال هي المناط فيها الشغل، لا تفتتونها. رحتوا عطيتوا جامعة الكويت مشاريعها، إيش صار؟ هذه هي متأخرة. بتحاسبون وزارة الأشغال، بتحاسبون جامعة الكويت، وين بتحاسبون؟ خلنا نشتغل دولة مؤسسية، مو كل شيء نحوله. خلنا نحمل الوزير المختص ونتناقش وياه ونتحاسب وياه. الخطوط الجوية الكويتية والله ما عرفنا، بلد كلها مبنية أساساً على المؤسسات التجارية، إلى هذه اللحظة ما انتم عارفين تسوون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية؟ ليش؟ شنو الغلط؟ وين الغلط؟ ما نعرف. 50 رجال و16 وزير، ما انتم عارفين الغلط وينه؟ تخيلوا دورة الخليج لهذا اليوم ما نعرف عنها صح ولا غلط، من 2000 وبعرف كم طاف عليها سنين، ما تعرفون تحسمون دورة كرة. تدرون ليش؟ لأن المحسوبيات قاعدة تدخل علينا، لأن هذا على فلان وهذا ولد فلان. لا يا يبا، خلونا نمشي صح. مؤسسات كثيرة، مواضيع كثيرة، الأراضي المرخصة. تدرون المشروعات السياحية إلى هذا اليوم لا تستطيع أن تدفع أجاراتها ولا تستطيع أن تستلم أجاراتها. ليش؟ لأن أكو خلل، أكو مشكلة في العقود. تدرون الهيئة العامة للصناعة والمشاكل، سوينا هيئة عامة للصناعة علشان تكبر الصناعة، ماتت الصناعة الكويتية. سوينا هيئة الأوراق المالية عشان يكبر سوق البورصة الكويتي. أقسم بالله لما كان سرداب وكانوا أهل الكويت بسطاء ويتعاملون، كان قيمة السهم يسوى والأرباح السنوية تسوى. تدروش المشكلة؟ لأن نترك الأولويات ونتوجه إلى التوافه، نتوجه إلى التوافه. خلونا نروح للأولويات، خلونا نبني بلد، لا تلتفتون على السلبيات. هذه الرسالة رائعة، وأنا أقول للحكومة يا ريت تعقدون جلسة خاصة في هذا الموضوع، لأن راح يلم لكم كل حديث الشارع الكويتي. والله يا أبو مساعد، المطلوب هو اختيار الرجال للكراسي. والله يا أبو مساعد، المحتاجين هو اختيار الكفاءات الكويتية اللي تبني وطن. لما نختار وزراء على أساس هذا الشيخ يبي فلان، وهذا التاجر يبي فلان، ورئيس مجلس الأمة يبي فلان، وفلان يبي فلان، عمر البلد ما تقدم. هناك وزراء منتخبين الآن يديرون وزاراتهم للانتخابات القادمة ويعينون ربعهم. شوفوا في إدارة الخبرة ايش قاعد يصير في موضوع اختيار الموظفين والمرشحين للعمل. سألوا يعقوب الصانع، سألوا ايش يصير بالأوقاف، سألوا ايش يصير بكاسكو والست رشا. سألوا يا بشر، أحد يتحرك؟ لكن ما حد يتحرك. خلينا نشوف السجائر.